حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الدكتور منصور سرحان، عضو مجلس الشورى وعضو وفد الشعب البرلمانية المشارك في المؤتمر. أهلا بك دكتور منصور. بداية، ما أهم ما دار في اجتماع الطارئ اليوم الذي عقد في العاصمة الأردنية للاتحاد البرلماني العربي؟ أهلا بكم وشكرا طبعا على أهلا دكتور هذا الاتصال. نعم طبعا اليوم كان هو يوم حافل تماما، وفي الأخير وصلنا إلى البيان الختامي. والبيان الختامي اللي صدر عن المؤتمر اللي هو المؤتمر 30 الطارئ الاتحاد البرلمان العربي، غطى أهم النقاط التي جاء ذكرها في مداخلات السيدة والسادات رؤساء المجالس البرلمانية العربية، التي تحدثت طبعا عن المبادرة المفروضة أحادية الجانب لحل القضية الفلسطينية. هنا طبعا رفض البيان الختامي أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، لا يقبل بها الفلسطينيون أنفسهم. وأكد الجميع على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بحل الدولتين طبعا، وانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي التي احتلتها في 4 يونيو 1967، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. طبعا جاء في البيان الختامي الحرص على الوضع القانوني القائم في القدس، وأن العبث به هو إجراء مدان بموجب قرارات الشرعية الدولية. كما رفض المجتمعون أي سلام دون حق العودة وتعويض اللاجئين والتمسك بقرارات الشرعية الدولية كمرجع في حفظ الحقوق. بس في جانب آخر نص البيان الختامي على التمسك بالمبادرة العربية للسلام التي تمثل توافقا عربيا كأساس لاستئناف أي مفاوضات سياسية تضمن للفلسطينيين حقوقهم كاملة. طيب دكتور منصور، هل هناك إجراءات عملية مقترحة يعني اتخذها السادة المجتمعون اليوم بخصوص القضية الفلسطينية؟ ماذا عن الجانب العملي لتطبيق المقترحات أو ما جاء في البيان الختامي؟ تشكيل لجان مثلا أو تواصل مع برلمانات دولية أو منظمات دولية أخرى؟ لا هو طبعا يعني بالنسبة للبيان الختامي هي هذه النقاط يعني أنا اللي أتحدث الحين عنها، هي جزء من البيان الختامي. هم طبعا في جانب آخر أنا كما ذكرت نص البيان الختامي على التمسك بالمبادرة العربية طبعا للسلام، هذا كأساس لاستئناف المفاوضات، وبعدين مع الشروع، وهنا شو مع الشروع في البحث عن إجراءات قانونية تضع حدا للإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية التي يمارسها الاحتلال لتوسيع رقاع الاستيطان. في الختام أيضا تمسك المجتمعون بموقفهم المتخذ في أعمال المؤتمر 29 الذي انعقد في عمان أيضا في شهر مارس من العام الماضي، والذي يرفض مختلف أشكال التطبيع. بمعنى أن طبعا الجميع الأعضاء الذين حضروا من الرؤساء أو أعضاء الوفود تحدثوا في هذا الجانب وأصروا إصرارا كاملا على رفض هذه التسوية الأحادية، وتمسكوا طبعا بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. نعم، من العاصمة الأردنية عمان دكتور منصور سرحان، عضو مجلس الشورى وعضو وفد الشعب البرلمانية المشارك في المؤتمر، شكرا جزيلا لك.